هذه مشاهدينا كانت لمحة عن شو ناطركم سهرة الثلاثة على مسرح كازينو لبنان. ضيفنا هلأ تعرفنا عليه لأول مرة ببرنامج ستار أكاديمي من الموسم الأول، وسنة ورا سنة بلشنا نكتشف مواهبه الفنية اللي بتشمل العزف، التأليف والتوزيع لأنواع عديدة من الموسيقى. هو شاب ولكن خبرته بهالمجال طويلة، تعاون مع كبار نجوم الغناء بالعالم العربي، واليوم عم بيطلق سي دي جديد له بعنوان على اللبناني بحفل موسيقي ضخم على مسرح كازينو لبنان مع اللبنيز فيلهارمونيك اوركسترا وبمشاركه الفنان العالمي بيدرو استاش. ميشيل فاضل، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. بيدرو، ويلكم تو اور ستوديوز. ثانك يو، اتس جود تو بي هير اجين وذ يو رولا. اتس اور بليجر تو هاف يو اجين. يو ار ون اوف ذا ورلدز فاينست اند ويل نون وود ويند ارتست اند يو ار هير تو بارتيسيبيت in the concert with Michelle on Tuesday. بدي رحب كمان بإليا مين المسؤولة عن الإيقاعات، يموني I'm sorry بهال concert. أهلا وسهلا فيكم. ميشيل مبروك السيدة الجديد على اللبناني. هذا ثالث إصدار لإلك، ليش على اللبناني وكيف بيختلف عن السيديات اللي سبقوا؟ على لبنان لأنه شوي صغيرة، في إذا بدي كروس أوفر بين الأوركسترا الفيلارمونية والإيقاعات الشرقية والموسيقى الشرقية. إذا بدك هذا أكتر مش إلكترونيك، يعني هذا في عالم عم بيلعبوا. أول كونسير حيكون في معي 60 شخص على الستيج، حيكون إذا بدك كروس أوفر بين كتير أغاني أنا منقيهن، نقى قصص بحبهم انا وعملهم على اللبناني على طريقتي. نعم. ميشيل هو مثل ما قلت كروس اوفر او فيوجن بين الموسيقى الشرقيه والموسيقى الغربيه، اكيد بتوقيع ميشيل فاضل رح يكون معك 60 عازف على المسرح، وجود هالاوركسترا الكبيره شو رح يضيف لهالعمل؟ اكيد بيطلع شغل كبير. انا اذا بدك جاي من المدرسه القديمه، يعني انا صح. انا دارس اوركستريشن، توزيع الموسيقى، بحب الورقه والقلم، دونك بحب اكتب واسمع بعدين، مش ما بحب كثير الاورديناتور والبي سيز. موسيقى الكترونيه بحب الاوركسترا المضبوطه، وكان عندي الشانس انه يكون معي الاوركسترا الفيلارمونيه تبع الكونسرفاتوار وين انا درست وتخرجت. اذا بدك انا لإلي انا بحب كثير الاوركسترا، يعني بقدر اكتب وفرجي احاسيس ما في فرجيهم بس هيك بعشر اشخاص، يعني بيكون الشغل مفتوح اكثر اذا بدك، مش ما في ليميت للشغل. هلا ناس كتار رح يتفاجئوا بهالحفل نهار الثلاثة، ليش اخذين فكره عنك ميشيل انه انت اجمالا بتقدم بس موسيقى كلاسيكيه؟ مزبوط، لانه انا جاي من هذا المدرسه، لانه انا دارس كلاسيك اول شيء، بس هون اذا بدك فتح على كثير ستايلز بالكونسرت، حيكون كثير مفتوح، يعني حيكون في من 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 باخ لأم كلثوم لبرامز لموزارت، رح يكون مفتوح. كمان انت عمري رح يكون كله على اللبناني وبتوقيع ميشيل فاضل، كله على اللبناني، لو تيم برينسيبال سي على اللبناني، يعني بكل دقة، يعني باسلوب مش سامعينه سابقا، لا كل دقة في عاملين لها شيء جديد، واكيد بفن، يعني مش انه حاطين هيك دغناي يفوت يلعب، لا كل شيء مكتوب لكل شخص. تعبنا كثير على هذا العمل، ان شاء الله يطلع قد ما نحن متوقعين. ما عندنا شك. بدي انتقل شوي لبيدرو. بيدرو، this is not your first time in Lebanon. You were our guest last year on the show. Actually, you were here for yes, another event. Yes, and this is my third. This is your third time in Lebanon. So every time I come, I take it you're having a good time here. I'm too good and I'm gaining weight, which is not good. It's the food. The food is amazing and I have fantastic friends. I'm very blessed. What attracted you to this concert in particular? Well, it was Michelle, you know, literally. Simply. You can see from the very get-go, the first email he sent me, we were introduced by the fantastic, crazy composer trapped on a percussionist body called Ronnie Barak. Ronnie Barak. He's completely crazy. We've done things around the world, and he spoke so highly of Michelle that I actually, before Michelle contacted me, I checked him out in Google, and I saw all the things of the academy and everything. Yes. I said, wow. You were impressed? Yeah, very much. And then when he emailed me, I said, of course, yeah, let's do this. So I'm here.
سألت بيدرو شو اللي جذبه لهالعمل، بكل بساطة قال ميشيل، وصلة الوصل بينه وبين ميشيل كان البركشنست اللبناني الكبير روني براك اللي جمعهم سوا، عمل شوية ريسيرش عن أعمال ميشيل وأكيد تاخد كتير وتأثر كتير، لذلك بسرعة أخذ القرار إنه حتى يجي على لبنان ويشارك بهالعمل. شو اللي جذبك أنت لبيدرو ميشيل؟ بيدرو فنان كتير كبير، يعني أنا مثلا كتير زمان بعرفه، بس أنا مين ما كان بيقدر يفوت على اليوتيوب يشوف شو عامل، لأنه عنده ليست كتير طويلة وكاريير كتير كتير كبيرة. أنا سأم بلس I'm very happy to have you in my concert. Thank Pedro. You, Michelle. Pleasure. يعني سينبدو سان العربي. عمله بتحكي عن نفسه. يعني بكره حتشوفه on stage. يعني شفنا هلا نموذج صغير. نموذج كتير صغير. Simply وحش، بنحسه وحش على المسرح. You're a monster on stage, no, Pedro. Really. the passion. You really play with passion. It's amazing. Let me tell you this. I'm not an actor. I'm an artist at the service of a very powerful creator. You're a faithful artist. And that is the truth. That's a story. You know that from last time. Yes, I do. The story of my life. And when I play with all my heart. Being three of us in a little studio or being in front of 200 million people like we did in the Taj Mahal with Yanni. Yes. I always play for God with all my heart. Because God loved me completely, so I play for him completely. إيمانه لبيدرو بتصور هو دافع كبير للفن اللي بيقدموه. هالصوت رح نشرحه بعد شوي. بيدرو هو أكيد أحد أبرز عازفي الودويند، آلات الودويند بالعالم. You're most known for your work on The Passion of the Christ. By God's You've grace. worked with yes. many international artists like Shakira, yes, like Yanni, the pianist Yanni, recently Paul McCartney also. You've helped to create around 500 different musical instruments. Well, I have around 600 now, and 600. Many of them, I would say literally over 100, I would say 150 are my creation. So they're unique pieces. They are like all of us. They're precious, unique, and irreplaceable. The same way you're precious, you're unique, and you're irreplaceable. In God's hands, that's what we are. Amazing. Thank you. عزف مع أبرز الفنانين العالميين مثل البيانيست ياني، شاكيرا، بول ماكارتني كمان، وأكيد معروف أكثر لعزفه على الساوند تراك لفيلم The Passion of the Christ لميل جيبسون. What instruments will you be using at this concert? Different instruments. I'll be playing, obviously, my flute. I'll play duduk. I'm playing sopranino sax. And I have another little surprise that we're going to do with. رح يعزف على عدة آلات بيدرو بهالكونسرت. وبدي بس اذكر مشاهدينا انه هو ساهم او خلق حوالي 500 آلة موسيقية. صدقوا او ما تصدقوا، انا ما عم صدق هالرقم. 600 آلة، وكمان اكثر شيء معروف على آلة الدودوك. اي مضبوط. دودوك. Yeah, دودوك from Armenia. From Armenia. Yes. That's amazing. Yeah. بدي انتقل شوي لإلي. إلي، انت مسؤول عن الايقاعات بالكونسرت وشراكة بحفلات لكبار الفنانين، مزبوط. كمان منهم السيده فيروز وغيرها. كيف عم تحضر لهالعمل بوجود هالمستوى من الفنانين؟ اكيد في شويه تعب وهي، بس كله بمساعدة ميشيل. بدي أقول شو أنا إلي تعود يكون عندي برودكسيون هالقد كبيرة، بديك كيز بيرسون، يعني بديك أشخاص بتوثق فيهم. بوثق فيهم. أنا إلي من الأشخاص اللي من شهرين ثلاثة عم يساعدني وبرتاح من هالشغلة، يعني بدي شيء شيله عن ظهري أنا، وإلي شال كثير عن ظهري. ثانك يو. بس تقول له ميرسي. ميشيل، ذكرت إنه أنت شاب ولكن خبرتك طويلة بهالمجال، شغفك للموسيقى بلش بحوالي عمر 8 سنين، حصلت على جايزة جامعة روح القدس الكاثوليك، انتقلت لفرنسا كمان من بعد لهوليوود، ربحت جايزة كبيرة ورجعت على لبنان مسلح بثقافة موسيقية كتير عالية واشتغلت مع كبار الفنانين. بدنا نحكي شوي عن الأعمال اللي حققتها بهالسنوات الأخيرة، لأنه يا ريت عنا وقت نحكي عن كل أعمالك. خبرنا شوي عن الأوبيرات العربية بكرة. مزبوط. هذه الافتتاح كان بدبي. لعبت بالأوبرات وساعدتهم بالتسجيل. هيدا أكيد كانت مع المنتج والمؤلف كوينسي جونز. مزبوط. كان هو على رأس كل شيء، يعني هو هي الغنية هو عملها. بس برودكسيون كتير كبيرة كانت، وبالافتتاح أنا عملت الأوبنينج ولعبت أنا والموسيقية تبعولاتي.
غيرها كمان في عملت النشيد للافتتاح للأرب جيمز بقطر وغنته أصالة. كمان رحنا على كييف سجلنا مع أوركسترا كبيرة قد ما في. أنا بحط الأوركسترا لأنه بحب الأوركسترا يعني هذا بدمي يعني ما بقدر أطلع منها. هلا من كم شهر كمان رفقت السيدي فيروز بحفلتها الأخيرة بلاتي. عملت 5 حفلات كان روعة يعني ما فينا نحكي غير شيء. وأنا عندي شانس أن أكون على البيانو معها دونك نتعب كتير بس كل ما يحكوني كل ما يروح بترك كل شيء بترك كل شيء وبروح. فنانة جوليا كمان كان لها تجربة معها هلا مؤخرا على مسرح بلاتيا وكمان بألبومها الجديد يوما ما كان من توزيعك كل الأغاني. مزبوط. أنا بس بقول إنه جوليا من مثل العيلة صرنا لأنه أنا أول غنية بحياتي وزعتها هي لب أحلامك. هي ألبوم أول ألبوم عملت لها إياه ومن ألحان زياد بطرس أكيد يعني هو مثل أخ لإلي. وهلا آخر ألبوم عملناه صرنا من 3 جانفي نمبر 1 بالمبيعات. جوليا إذا بدك وقت يكون حدا يعطيك كارت بيضة عمل اللي بدك إياها عمل اللي بدك إياه جوا مفتوح يعني ما عندي أوبستاكل. نعم. يعني بعمل بدي بكتب بدي بروح بسجل وين ما بدي. هيدي بتقويك وبتخليك تكتبي قصص ما فيك تكتبيهم مع حدا تاني. كنا 96 شخص على ستيج. كان كونسرت كثير 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 كبير. ومن بعد جوليا خصصت الوقت تعمل شيء لإلي يعني طلع بالي اعمل شيء واجاب وقته ان شاء الله يطلع قد ما اللي هالكونسرت هو كروس اوفر بين الموسيقى الشرقيه والغربيه. الايقاعات بتختلف بين هالانواع الموسيقيه بتختلف شوي عن اشياء يعني الالات الايقاعيه بتختلف كمان. لا هي ذاتها بس في فيوجن مع الغربي يعني في عزف بيختلف عن اشياء التقليد اللبناني في يعني شوي فيوجن مع الغربي. نعم. بدنا نسمع شيء كمان منكم فينا نقول عليكم. You want more Pedro? Same thing. What would do? Same thing. Okay. بالوقت اللي أنا رح جيب مفاجأة صغيرة. تفضلوا. Okay. Same. Okay. Thank you.
برافو. هيدي كمان مقطوعة رح نسمعها بالكونسرت نهار الثلاثة. مزبوط. 60 عازف وراك بهالكونسرت من لبنيز فيلارمونيك بالإضافة لبيدرو كمان وأكيد فرقتك الخاصة. ام تي في رح يكون ميديا سبونسر. وبدي أعرفكم على صبية ممكن تشارك بالحفل. مين هالصبية يا ميشيل؟ هيدي بنت هلا لقيناها هون. لقيناها؟ هيدي فنانة واعدة. هلا الزغتورة هي ماريا بنته لميشيل وبنت زميلتنا بالام تي في كمان جوال حمايسي الموجودة موجودة معنا. شو هالأمورة هاي؟ اسم الله بتجنن. سبعة أشهر. عم تعودها إنه يكون عندها أذن موسيقية؟ عندها أذن بلا معودة يعني بتحب الميوزيك كثير، بتحب الميوزيك، بتحب شوبان كمان. وصوتها يعني كيف لحد هلا؟ بتحس إنه بتصرخ كثير هلا. شو ماريا؟ مستغربة شوي الأجواء. أكيد شيء جديد لأنا. Do you have kids, Pedro? No, we'll talk about that later. Okay. الام تي في هي الميديا سبونسر ميشيل. بدي أقول شغلة، أول شيء ميرسي للام تي في وعلى رأسها أكيد ميشيل مار. بدي أقول ميرسي لأنه فتح لي كل شيء ب 2 minutes. بدي أقول ميرسي لخليل حميسي أكيد، وبدي أقول ميرسي لكاتيا. بدي أقول مرسي لباسم كريستو كمان. نعم. اللي هو رح يكون مخرج العمل. العمل رح يتصور ويتسجل DVD ورح يكون موجود بكل دول العربية للي بيحب أكيد. يحتفظ بالكونسرت. أكيد. بدي أقول كم مرسي لجوال لأنه تعبت أكثر مني كمان، أنا في مفاجآت كثير بهذا الكونسير. شغالين كمان كثير على الفيجوالز. رح يكون شو متكامل يعني، مش بس مشتغلين الموسيقى باحتراف عالي، كمان الساوند واللايتنج والجرافيكس من كل النواحي الفنيه. بدي اقول ثانك يو لفيدا زلوم ولشادي سعد كمان لانه عم بيتعبوا كثير معنا. عندنا وقت كثير قليل تنعمل ريهرسل بالكازينو مع لانه في مسرحيه بنفس الوقت. عندنا انجا 3 ايام الشباب عم يشتغلوا صار لهم كثير زمان هنيك. بدي اقول مرسي لكل العالم اشتغلوا معي، ان شاء الله ما اكون نسيت حدا، وان شاء الله يطلع مثل ما نحن مفكرين. نحن ناطرينك بحماس ميشيل انت وفرقتك واكيد بيدرو. اليوم اعطينا المشاهدين نموذج صغير عن شو راح يكون بانتظارهم، واكيد مفاجاه كثيره كمان راح تكون بانتظارهم، وان شاء الله بتكون هالحفل موفق وعقبال حفلات كثيره كمان. مرسي. اهلا وسهلا فيك. مرسي يا شباب، يعطيكم العافيه. انا وماريا بنودعكم مشاهدينا. انا راح ارجع لوحدي للاسف. ماريا راح تروح لماما. وين بدي ابرمها؟ وين؟ هون ماري. اوكي ماري، تحبي تقولي شيء قبل ما نقفل؟ رح تكون بالكونسرت الثلاثة؟ يمكن بدنا بس زغطورة بعدها. تفضل خذ بنتك. شكرا لكم مشاهدينا، بنرجع بنشوفكم بعد البريك.